يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن محافظة الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 32، 24، مطروح 31، 24، بورسعيد العظمى 33، الصغرى 25، والإسماعيلية 36-24. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 35، الصغرى 24، العريش 32-24، طابة 36-27، وشرم الشيخ 40-29، والغردقة 40-29. أيضا الأقصر العظمى 42، الصغرى 28، أسوان 43-29، والوادي الجديد 41-26، وشلاتين العظمى 39، الصغرى 29، وأخيرا حلايب 35 والصغرى 26. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.